اولا بعدا كجميع المغاربه وكجميع الناس يعني حاله انسانيه جد 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 متالم ومتفاجئ لهذه الفاجعه اللي طرات لهاد السائحتين جوبونس الدنماركيه ونرويجيا اللي في النواحي ديال اللي بغاو يتسلقوا الجبال وتم الذبح ديالهم بواحد الطريقه شنيعه. انا بقى الفيديو كيتواصل على الواتساب ما بغيتش نشوفه يعني لان داك الشيء يعني كيعاودوا يعني شنيع. متالم بزاف ومتفاجئ وكنتمنى المعاقبه ديال هاد الناس اللي قاموا بهذا العمل الشنيع باش يكونوا عبره للناس اخرين اللي ما يديروش هذا الشيء. هادو ماشي خصال المغاربه، هذا ماشي خصال المغاربه. انا كنظن انها عباره عن مؤامره، هذه مؤامره محبوكه باش يزعزعوا الاستقرار ديال البلد المغربي ديالنا اللي هو بلد امن. شنو غنقول لك، انا من الناس اللي ما قدرتش نشوف الفيديو واخا سردوا لي اصدقاء ديالي، ولكن ما قدرتش نشوفه بحكم انني فنان، ما قدرتش نشوف هذاك الشيء. وحنا غريب علينا هذا الشيء بكل صراحه، محشومه انه المغرب يتحط في هذا الموقف انه قدام الاجانب نبانوا اننا كن يعني كيتمارس هذا الشيء. هذا في المغرب عمره يعني ما كانش هذا الشيء كيوقع نهائيا، ماشي من ثقافتنا، خصوصا نواحي مراكش اللي معروفين بالضيافه والكرم والاخلاق الطيبه. فهذا الشيء انا من الناس اللي جاني داك الشيء غريب بزاف وبقى فيه الحال، وتاثرت على انه هذا الشيء يوقع في المغرب. انه حنا دائما كنتمنوا انه بالمناسبه كما غنيت اليوم عيش عيشيه بلادي، كنتمنوا دائما السلم المسلم يعم هذا الوطن هذا، وكنتمنى ان الصوره ديالنا قدام الاجانب تكون دائما صوره حسنه والسياح دائما يحبوا انهم يجيو، ما توقعش شي امور بحال هكا اللي تخليهم ربما مجرمين. شنو كتطالب حقهم؟ انا المجرمين ما نكذبش عليك، انا من الناس اللي كنتمنى انهم ياخذوا يعني اكثر العقوبات، لان هذا الشيء كيمس بالصوره ديالنا حنا كبلد.